الرئيس السيسي يشهد افتتاح منتدى الأعمال المصري الفيتنامي ويدعو المستثمرين ورجال الصناعة الفيتناميين إلى الاستثمار في مصر في المجالات كافة. الجيش السوري يتهم إسرائيل بشن غارات على موقع عسكري في غرب البلاد ومقتل 9 أشخاص في غارة لقوات التحالف بمحافظة إدلب. الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، واليابان تدعو إلى ممارسة أكبر ضغوط ممكنة على بيونغ يانغ لحملها على التخلي عن برنامجها النووي. الثانية عشر ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية شاملة، أهلا بكم. نبدأ هذه النشرة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فيتنام، ولكن بعد الفاصل. استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه في اليوم الثاني لزيارته للعاصمة الفيتنامية هانوي بحضور منتدى الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية الفيتنامية بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الفيتناميين ونخبة من رجال الأعمال المصريين وممثلي الشركات والقطاع الخاص بالبلدين. وخلال كلمته التي ألقاها الرئيس السيسي خلال المنتدى، أشاد الرئيس بالتجربة الاقتصادية الفيتنامية باعتبارها نموذجا اقتصاديا متميزا يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي. هذا وسنذيع على حضراتكم كلمة الرئيس أمام منتدى الأعمال المصري الفيتنامي كاملة عقب البانوراما. لقد مثلت تجربة فيتنام التنموية في منطقة شرق آسيا قصة نجاح ونموذجا اقتصاديا متميزا يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي، معتمدة في ذلك على خطة دقيقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فكان التحول الاقتصادي المنضبط والعدالة الاجتماعية هما السمتين البارزتين للنمو المضطرد الذي حققته دولة فيتنام. وخلال كلمته التي ألقاها أمام المنتدى، أشار الرئيس إلى أن مصر واجهت تحديات جسيمة خلال السنوات الماضية والتي تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية. كما واجهت فيتنام باقتدار التحديات الاقتصادية وآثارها السياسية والاجتماعية، فقد واجهت مصر أيضا عددا من التحديات الاقتصادية التي تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية على مدار السنوات الماضية. وكان أبرزها ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات متأثراً بانخفاض إيرادات السياحة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي دفعنا لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الهامة غير المسبوقة، مثل تحرير سعر الصرف على نحو كامل وإعادة هيكلة الدعم والعمل على تحرير سعر الطاقة والسعي الجاد والمنظم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار يسهل إجراءات الاستثمار ويدعم المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص ويذل العقبات أمام أنشطتهم في مصر. وتأسيسا على هذه الإصلاحات الهيكلية، جاءت إشادة المؤسسات الدولية لتكون برهانا على سلامة السياسات الاقتصادية، حيث تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفع معدل النمو الاقتصادي ووصل حجم الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار للمرة الأولى منذ سنوات، فضلا عن ارتفاع تصنيف مصر الائتماني. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر نجحت في إطلاق عدد من المشروعات العملاقة، في مقدمتها مشروع محور قناة السويس الجديدة، والتي تمثل فرصة واعدة للشركات الفيتنامية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي. لقد أطلقت مصر عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى
وهو ما يوفر فرصا واعده للشركات الفيتناميه الراغبه في الاستفاده من موقع مصر الاستراتيجي كمركز الانتاج واعاده تصدير المنتجات الى مختلف دول العالم، والتي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات تجاره حره لا سيما في المنطقه العربيه والافريقيه واوروبا. بالاضافه الى ما سبق، تعكف الحكومه المصريه على تنفيذ مشروعات تنمويه اخرى، منها مشروع شبكه القوميه للطرق بطول 5000 كيلومتر، ومشروع استصلاح وتنميه 1.5 مليون فدان، والذي يهدف الى اقامه مجتمعات تنمويه وعمرانيه متكامله تضم الى جانب النشاط الزراعي الصناعات ذات الصله، فضلا عن العديد من مشروعات الطاقه التقليديه والمتجدده، وانشاء مدن جديده في مختلف ارجاء مصر وعاصمه اداريه جديده وفق لاحدث المعايير الدوليه. وقد دعا الرئيس السيسي خلال كلمته المستثمرين الفيتناميين لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر باعتبارها إحدى الدول التي تمتلك أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن مصر تمتلك واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولذلك نسعى بخطوات ثابتة وفق خطة مدروسة لتنويع اقتصادنا وتطوير قدراته الإنتاجية في مختلف المجالات، وذلك من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار والمساعدة في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا. وفي هذا الإطار فإننا نرحب بالمستثمرين ورجال الصناعة الفيتناميين الراغبين في الدخول في شراكات اقتصادية بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها حاليا في مصر، كما ندعوهم إلى الاستثمار في كافة المجالات خاصة في القطاعات الإنتاجية وقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والتصنيع والزراعة والاستزراع السمكي والأسمدة والمنسوجات والترسانات البحرية والاتصالات والسياحة. أخذا في الاعتبار أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار. كان الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ قد أقام مأدبة عشاء على شرف الرئيس السيسي، وخلال المأدبة أكد الرئيس السيسي أن تاريخ العلاقات بين مصر وفيتنام يوفر أساسا قويا لتعزيز التنسيق السياسي وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي. كما أعرب السيسي عن ثقته في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الزخم والزيارات المتبادلة بين البلدين. إن تاريخ العلاقات بين بلدينا والحرص المتبادل الذي لمسناه خلال هذه الزيارة على تفعيل التعاون المشترك يوفران أساسا قويا لتعزيز التنسيق السياسي وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والتواصل بين الشعبين المصري والفيتنامي. وإنني على ثقة من أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الزخم والزيارات المتبادلة على المستويات كافة، بما يسهم في تلبية تطلعات شعبينا نحو التقدم والتنمية. من جانبه ثمن الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ مباحثاته مع الرئيس السيسي، مؤكدا أن المحادثات بين الطرفين تعمل على إحداث توجهات مهمة بهدف تعزيز علاقات الصداقة القوية بين البلدين. فخامة الرئيس المحترم، أقدر تقديرا عليا نتائج مباحثات مع فخامتكم اليوم. لقد توصلنا إلى الإجماع وتحديد توجهات وتدابير المهمة للتعزيز بشكل أكثر علاقات الصداقة التقليدية والتعاون كثير أوجه بين البلدين، ونحن على يقين تام بأن بفضل علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين الشعبين وبفضل عزم قوي من قارة البلدين ستعزز العلاقات بين فيتنام ومصر بشكل قوي وفعال، تجاوبا مع طموحات ومصالح شعبي البلدين، مما يسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والتعاون والتطور في المنطقة والعالم.
قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن التقرير الصادر عن Human Rights Watch بشأن وجود حالات تعذيب ممنهجة في مصر يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها. واستنكر المتحدث باسم الخارجية استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة 30 من يونيو، الأمر الذي لا يتعارض فقط مع أي قراءة منصفة للأوضاع في مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر. عادت بعثة الحج لأسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين. هذا وقد بدأت شركة مصر للطيران أمس تسيير 12 رحلة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مطار القاهرة لنقل ما يقرب من 3000 حاج، بينما تبدأ رحلات عودة الحجاج من المدينة المنورة غدا الجمعة. لبيك اللهم لبيك لبيك. عادت بسلامة الله من الأراضي المقدسة بعثة الحج والتي ضمت 1000 من أسر الشهداء ومصابي العمليات من القوات المسلحة والشرطة، وذلك بعد أداء مناسك الحج وسط أجواء إيمانية صادقة راجين القبول من المولى عز وجل. وضمت البعثة العديد من الضباط وضباط الصف والجنود وأسر الشهداء ومصابي العمليات من القوات المسلحة والشرطة، وذلك تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. عايز أشكرهم، يعني أشكر الله سبحانه وتعالى اللي من علينا بالموضوع ده، وأشكر ثم أشكر الملك بصراحة، يعني عملوا معنا واجبات جامدة جدا جدا ووقفوا معنا، وكانوا كل واحد منهم في خدمتنا، كان كل واحد فعلا قبل احنا ما يبص لعينينا بيشوف عينينا عايزة ايه، وقبل احنا بنطلب هم بيقدوا. بشكر القوات المسلحة المصرية وبشكر المملكة العربية السعودية على الواجب اللي هم عملوه في اتجاه الحجاج المصريين إذا كانوا أهل شهداء أو مصابين. عملوا معانا يعني أحلى واجب، ما فيش واجب بعد كده، ما فيش أي تقصير صراحة يعني. وقد أشاد الحجاج من أعضاء البعثة بحفاوة الاستقبال ومستوى التنظيم والإعداد الجيد وتوفير سبل الراحة لأداء مناسك الحج، بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والعلاج، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر. القوات المسلحة والشرطة يعني أيضا قاموا بدور كويس جدا بالنسبة لنا إن كان هنا أو هناك، مشكورين من الألف إلى الياء،
ويعني ربنا يزيدهم من الخير اللي هم فيه، وما قصروا زي ما بيقولوا معانا في اي شيء. كل شيء كان ميسر وكل شيء كان سهل ميسور، وكل شيء كان مرتب بصفه اكثر من جيده. والله احنا حاسين بارتياح كامل وشاكرين جهد الشرطه المصريه والسلطات المصريه كلها والسلطات السعوديه على ما قدموه من تسهيلات لنا يعني تفوق كل الوصف، ونرجو ان يكون يعني هذا الحج الذي تم هو عنوان للوحدة بين مصر والسعودية، وهما درع الأمة العربية. جزء كبير جدا جدا من القادة الدينية اللي كانوا بيقوموا كانوا بيدعوا لمصر والدول العربية بأمانة، يعني بوجودهم جنبنا هناك ووقوفهم جنبنا هناك، وأكثر من مرة يتكلموا معنا في هذا الكلام ويشكروا مصر ويقولوا إن مصر دي أم الدنيا وإن مصر ديت العمود الفقري فعلا للدول العربية كلها، والكلام ده قالوه لنا هناك يعني فعلا يعني. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مراسل النيل محمد عبد العزيز. محمد، بعد التحية، من خلال متابعتك كيف تسير عملية عودة الحجاج؟ العملية تتم على قدم وساق. اليوم 16 رحلة طيران من جدة إلى القاهرة بتقل حوالي 3500 حاج من حجاج التضامن والسياحة والترانزيت. كما نعلم أن هناك حجاج ترانزيت حوالي 11,000 حاج من حجاج الترانزيت اللي توقفوا في مطار القاهرة، قادمين من دول أفريقيا وأوروبا وأمريكا وسافروا الحج وراجعين تاني توقفوا في مطار القاهرة. أيضا هناك شركة طيران سعودية وشركات طيران خاصة بتقل، يعني لو قلنا النهاردة 16 رحلة و10 رحلات تابعة للسعودية وللشركات الطيران الخاص، يبقى 26 رحلة طيران اليوم بيستقبلهم مطار القاهرة بتقل حوالي 5000 حاج او 5000 حاج و500 حاج لمطار القاهره. هيبدا من الاسبوع القادم المطارات الاخرى هي مطار برج العرب واسيوط وسوهاج والاقصر واسوان لاستقبال الحجاج للمحافظات التابعين لها. هناك ايضا عمليه منسقه في مطار القاهره في غرفه عمليات مركزيه بتضم الشرطه للمرور والتأمين والشرطة السياحة أيضا لتأمين الحجاج وتقديم كافة التسهيلات. شركة ميناء القاهرة أو شركة الميناء بتقدم التسهيلات من خلال العلاقات العامة اللي بتقوم بكتابة الشروط ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. هناك أيضا الحجر الصحي اللي بيقوم بمتابعة الإجراءات الصحية وكتابة شروط صحية لكل حاج للمتابعة بعد وصوله، يعني متابعته بهذا الكارت بيصل الى المنطقه اللي تابع ليها او السكن اللي تابع ليه في وحده صحيه تابع ليها، بيتم مراقبه ومتابعه الحاج صحيا بعد عودته خلال اسبوع. ايضا هناك خدمات اخرى في المطار للحجاج لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه بتنظمها شركه الميناء لكبار للحجاج وكبار السن. كل هذه التسهيلات تقدم للحجاج مجانا. نعم، نشكرك شكرا جزيلا مراسل النيل محمد عبد العزيز، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66 حالة. يأتي هذا بينما أجرى رئيس بعثة الحج أحمد الأنصاري زيارة لعيادة البعثة في المدينة المنورة، تفقد خلالها سير العمل داخل العيادة وأرصدة الأدوية للتأكد من تقديم الخدمة لحجاج بيت الله بالمستوى اللائق بهم. بعد أن أدى ضيوف الرحمن مناسكهم توجهوا لزيارة مسجد رسول الله بالمدينة المنورة تيمنا به باستكمال الرحلة المقدسة. عيادة البعثة الطبية المصرية كانت على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات المرضية من الحجيج بتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم. متوقع ان خلال الايام اللي جايه يزيد اعداد الحجاج في المدينه، فده يتطلب ان البعثه الطبيه بالمدينه المنوره تشتغل على اعلى طاقه عمل ممكنه، هيكثفوا خلال الفتره اللي جايه الزيارات لاماكن مقرات الحجاج، الزيارات ومتابعه الحالات لا قدر الله لا تخش المستشفى عشان تبقى متابعه الحالات الصحيه بتاعتها. الوضع العام للحجاج المصريين في مكه وفي المدينه الحمد لله مطمئن، الحاله العامه للحجاج بخير، في بعض الحالات ما زالت منومه في المستشفيات وجاري متابعتها، النهارده كان في العديد من الحالات خرجت. كما استقبلت الفرق الوقائيه بالبعثه الطبيه الحجيج لدى وصول بالفنادق التي يقيمون بها لتقديم الارشادات التوعويه والوقائيه اللازمه للحجيج.
بنعمل ندوات تثقيفية في الفنادق، في مرور على المستشفيات مرتين يومياً، ندوات التثقيفية مرتين يومياً، بنمر على كل الفنادق اللي فيها مصريين وبنعرفهم فين البعثة المصرية مقرها فين، علشان اللي عايز علاج بيجي احنا بنمر عليهم نعرفهم الأمراض المعدية وكل حاجة عن العدوى اللي ممكن يكتسبوها في المناسك. الفرق الوقائي بتمر يوميا مرتين في اليوم على كل الفنادق وعلى كل المستشفيات الموجودة في المملكة. ضيوف الرحمن أبدوا سعادة بالغة بأداء المناسك وزيارة الحبيب. صوت الله واحنا في رؤية حضرة النبي ويعودها على على مصر وتحيا مصر. لما ننزل من الأوتوبيسات حتى وروح السكينة بتاعت المدينة حلت علينا بعد التعب الكبير اللي تعبناه في مكة والمناسك كلها، الحمد لله بعد ما خلصناها. الحقيقة المقام هنا في المدينة المنورة يعني له مذاق خاص، إذا لم أطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين أطيب؟ طابت بأطيب من تطيب طيبة، يا طيب خذ من طيبها رياكا. ونحن نمشي في طرقات المدينة المنورة نلتمس موضعا مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك في المسجد النبوي نلتمس مواضع أقدام الصحابة رضي الله عنهم. بمسجد سيد الثقلين كرر سجودك بالغداة وبالعشي، لعلك أن تمس بوجه حر مكانا مسه قدم النبي. نسلم على أهل البقيع وعلى أصحاب رسول الله، ونسلم على شهداء أحد. بعد أن من الله على ضيوف الرحمن أداء المناسك، كانت الحاجة ملحة. التمتع بزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في طيبته الطيبة، ومن هذا المكان ندعو الله أن نكون بجواره في الدنيا وبصحبته في الجنة. من أمام ساحة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، محمد حلمي، النيل. وإلى تطورات الأحداث في سوريا، حيث قتل جنديان سوريان اليوم في قصف لطائرات حربية إسرائيلية استهدف موقعا عسكريا بريف حماة الغربي. قد ذكر بيان للجيش السوري أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من الأوجاء اللبنانية على الموقع، ما أدى أيضا إلى وقوع خسائر مادية. واعتبر البيان أن هذه الضربات تهدف إلى رفع معنويات مجموعات تنظيم داعش الإرهابي المنهارة بعد الانتصارات التي يحققها الجيش السوري ضد الإرهاب على أكثر من جهة. واتهم البيان إسرائيل بتقديم الدعم المباشر لتنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق مراسل النيل أنور رعد. أنور، بعد التحية، ماذا لديك من تفاصيل حول قصف لطائرات حربية إسرائيلية استهدف موقعا عسكريا وذلك قرب مصياف بريف حماة الغربي؟ نعم محمد، لقد استهدفت صواريخ كيان الاحتلال الإسرائيلي مواقع سورية بالقرب من مركز البحوث العلمية شمال شرق مصياف بريف حماة فجر اليوم الخميس. وقد سمع سكان المنطقة أصوات انفجارات كبيرة تبعها اندلاع حرائق، حيث سارعت سيارات الإسعاف والأطفاء إلى المكان. وأفادت الأنباء وأفادت الأنباء محمد عن تحليق كثيف لطيران العدو الصهيوني في أجواء البقاع وجبل لبنان فجر اليوم. أود أن أشير التالي، أنه رغم امتناع جيش كيان الاحتلال عن التعليق على عدوانه الجديد، ذكرت المصادر أن محافل سياسية صهيونية قدرت بأن العدوان الذي حصل في سوريا هو رسالة لإيران. طبعا وسائل إعلام العدو الصهيوني زعمت أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مصنع أسلحة كيميائية بالقرب من حماة، لكن قد من قول التالي والتأكيد أن طيران العدو لم يدخل المجال الجوي السوري. ثانيا، سوريا على برأة ومسمع العالم أجمع تخلصت من سلاحها الكيميائي منذ سنوات. هذه هي ليست المرة الأولى للعدوان الإسرائيلي، حيث قام باستهداف البحوث العلمية أو مركز البحوث العلمية في دمشق في منطقة جمرايا منذ سنوات. وللعلم أن الولايات المتحدة
المتحدة قد فرضت عقوبات على العاملين في مركز الدراسات والبحوث العلمية بحجة تطوير وإنتاج أسلحة غير تقليدية حسب زعمهم. وحول عدوان اليوم صدر بيان عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أوضح فيه أن طيران العدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 2:42 من فجر اليوم الخميس على إطلاق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية استهدفت أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من بلدة مصياف، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية واستشهاد عنصرين في الموقع. وقالت القيادة العامة أن هذا العدوان هو محاولة يائسة لرفع معنويات عصابات داعش الإرهابية المنهارة بعد الانتصارات الساحقة التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب على أكثر من اتجاه، ويؤكد دعم إسرائيل المباشر لتنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى. وقد حذرت القيادة العامة من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأعمال العدوانية على أمن واستقرار المنطقة، وأكدت عزمها وتصميمها على سحق الإرهاب واجتثاثه من جميع أراضي الجمهورية العربية السورية مهما تعددت وتنوعت أشكال الدعم المقدم لهذه العصابات. طبعا الجيش العربي السوري مستمر في عملياته في دير الزور وغيرها، حيث سيطر على جسر الرقة شمال الفوج 137 بعد تطويق إرهابي داعش ما بين ريف دير الزور الشمال الغربي وريف الرقة الجنوب الشرقي، وتمكن الجيش العربي السوري من توسيع فوق الأمان ومحيط 15 كيلومتر مربع، كما تمكن هناك من السيطرة والوصول إلى بلدة كباجب واقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غربي دير الزور. وثبتت وحدات الجيش العربي السوري نقاط تمركزها في البلدة، وباشرت وحدات الهندسة بتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها إرهابي الصندوي. نعم، من دمشق مراسل النيل أنور رعد كنت معي عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا. قتل 9 أشخاص بينهم 5 عناصر من جبهة النصرة في غارة جوية لطائرة بدون طيار بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا. يأتي هذا بينما قصفت طائرات التحالف الدولي الشريط الحدودي بين سوريا والعراق بريف دير الزور الشرقي. في الوقت نفسه توصلت القوات السورية وميليشيات المعارضة إلى اتفاق لإحياء عملية وقف إطلاق النار بوساطة روسية عن طريق تشكيل لجان مراقبة لوقف إطلاق النار الذي أعلن التوصل إليه في القاهرة الشهر الماضي. كذلك اتفق الجانبان على بحث ملف المعتقلين لدى الحكومة السورية وربط الاتفاق بالحل السياسي الشامل في البلاد. اعتقلت قوات التحالف الدولي ما يعرف بأمير مالية تنظيم داعش الإرهابي في إنزال جوي نفذته بمنطقة كب الملأ بريف دير الزور الشرقي. هذا وقد وسعت وحدات الجيش السوري نطاق سيطرتها في الجهة الجنوبية الغربية من دير الزور وألحقت خسائر فادحة بتنظيم داعش الإرهابي. أنهى الجيش العربي السوري رواية سوريا المفيدة التي روجت لها وسائل الإعلام المعادية للدولة السورية وعلى رأسها قناة الجزيرة. أقسمنا وقلنا وحق أزرق فراتها دير الزور لن تسقط. الرواية كتبت فصولها الأخيرة حين استطاعت وحدات عسكرية من الجيش السوري بالتعاون مع القوى الحليفة من إيران وروسيا بفك الحصار عن مدينة دير الزور الغنية بالثروات الزراعية والنفطية والتي كان تنظيم داعش الإرهابي يتخذها مركزا رئيسا لانطلاق عملياته وبالتالي لتمدد ميليشياته على الشريط الحدودي مع العراق. بعد سلسلة من العمليات الناجحة أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة وبإسناد جوي من الطيران الحربي السوري والروسي المرحلة الثانية من عملياتها في عمق البادية السورية، وتمكنت عبر عمليات نوعية وأعمال بطولية من فك الطوق عن أهلنا المحاصرين منذ أكثر من 3 سنوات في دير الزور. عن
عملية مباغتة خطط لها على ما يبدو لعدة أشهر حتى وصلت إلى ذروتها، حيث التقت القوات المكلفة بفك الحصار مع القوات المدافعة عن مدينة دير الزور، وذلك إثر معارك عنيفة وتقدم على عدد من المحاور الاستراتيجية حول المدينة. نحن متواجدون في المحور الوسطي لعملية فك الحصار باتجاه دير الزور، محور السخنة دير الزور، حيث توضع بواسل الجيش العربي السوري في منطقة قباجب حاليا. أما بالنسبة للمحور اليساري التقت القوات ببعضها وتم فتح الطريق ووصوله إلى دير الزور. لم يكن السوريون واثقين بالنصر على الإرهاب قدر ثقتهم هذه الأيام، فبعد دحر جبهة النصرة في حلب دحر صمود الشعب السوري داعش في دير الزور، ولا يبدو أنهم سيتوقفون إلا بتمام تحرير بلادهم من هذه الآفة الإرهابية العالمية. نبراس مجركش، قناة النيل للأخبار، دير الزور. أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في تالين أن الاتحاد بصدد الإعلان عن حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية ردا على التجربة النووية الأخيرة التي قامت بها. واعتبرت موغيريني أنه من الضروري تعزيز الضغط الاقتصادي على كوريا الشمالية من خلال دعم قرار جديد لمجلس الأمن الدولي وتبني إجراءات اقتصادية أكثر صرامة من بينها عقوبات خاصة بالاتحاد الأوروبي. وأشارت المسؤولة الدولية إلى ضرورة تفادي الدخول في مواجهة عسكرية مع بيونغ يانغ لما سيكون له من مخاطر كبيرة ليس فقط على المنطقة بل أيضا على العالم أجمع. أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده ستؤيد اتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراءات إضافية ضد كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية الأخيرة. من جهته دعا رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي إلى ممارسة أكبر لضغوط ممكنة على بيونغ يانغ لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي بالكامل وبدون رجعة. ودعا آبي خلال كلمته التي ألقاها على هامش منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك بروسيا، دعا المجتمع الدولي إلى الاتحاد لممارسة أكبر ضغوط ممكنة على كوريا الشمالية حتى تلتزم بجميع قرارات مجلس الأمن. واعتبر آبي أن إجراءات كوريا الشمالية تعد تحديا متزايدا لسلام ورفاهية وقوانين المنطقة بل والعالم أجمع على حد وصفه. أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اكتمال نشر منظومة الدفاع الصاروخي ثاد في قاعدة سونغو، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية. يأتي إعلان سول عن اكتمال نشر منظومة الدفاع الصاروخي عقب قيام القوات الأمريكية والكورية الجنوبية بنقل 4 قاذفات للصواريخ إلى قاعدة سونغو، كما أشارت وزارة الدفاع إلى أنها ستجري محادثات مع جيرانها ذات الصلة بقضية نشر الصواريخ الدفاعية. نشرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. الأمم المتحدة تدعو لسرعة التحرك لوقف أعمال العنف بحق مسلمي الروهينجا، وتوقعات بوصول عدد لاجئي الروهينجا إلى 300,000 شخص. الرئيس السيسي يشهد افتتاح منتدى الأعمال المصري الفيتنامي ويدعو المستثمرين ورجال الصناعة الفيتناميين إلى الاستثمار في مصر في المجالات كافة. الجيش السوري يتهم إسرائيل بشن غارات على موقع عسكري في غرب البلاد ومقتل 9 أشخاص في غارة لقوات التحالف بمحافظة إدلب.
الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، واليابان تدعو إلى ممارسة أكبر ضغوط ممكنة على بيونغ يانغ لحملها على التخلي عن برنامجها النووي. وقفتنا الأولى في بانوراما النيل، وقفة مع آخر وأهم أخبار المال والأعمال. نتحول إلى الزميل حسام عاطف، تفضل حسام. شكرا لك منى، وشكرا لك محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها. وزير النقل الروسي يتوقع أن تستأنف شركات الطيران الروسية رحلاتها الجوية إلى مصر في غضون شهر. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف أن شركات الطيران الروسية قد تستأنف في غضون شهر عقب توقيع المرسوم الخاص بهذا الشأن. وقال سوكولوف على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية اليوم إنه لا يعتقد أن عملية استئناف الرحلات الجوية مع مصر ستستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أنه في خلال شهر واحد يمكن لشركات الطيران والخطوط الجوية الروسية استئناف رحلاتها إلى مصر. شهد وزير التجارة والصناعة طارق قبيل خلال زيارته للصين توقيع 5 اتفاقيات في مجالات تعزيز الصادرات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والسيارات وتصنيع الألياف الزجاجية. جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين. الاتفاقيات شملت توقيع اتفاق يستهدف إنشاء خط لإنتاج رؤوس الجرارات والمقطورات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين في مجال التجارة والسلع الزراعية. كما شهد الوزير التوقيع على اتفاق بشأن توفير لتمويل شركات السيارات الصينية المتعاقدة مع الشركة الهندسية لتعزيز التعاون المشترك في مجال صناعة السيارات. ننتقل إلى البورصة المصرية التي تشهد خلال تعاملات ختام تداولات الأسبوع اليوم انتعاشا كسرت به تراجعات الجلسة السابقة. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 48%، في حين صعد مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 18%، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 29%. وننتقل إلى أسعار البترول العالمية التي انخفضت انخفاضا طفيفا مع الاحتفاظ بمكاسبها القوية التي جنتها هذا الأسبوع بعد إعادة تشغيل مصافي النفط على ساحل الخليج بالولايات المتحدة الأمريكية التي أغلقها إعصار هارفي. انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.2% ليصل إلى 49 دولار و7 سنتات للبرميل الواحد. كما انخفض خام القياس الأوروبي مزيج برنت ب 0.2% أيضا ليصل إلى 54 دولارا و11 سنتا للبرميل. ننتقل إلى أوروبا، حيث أطلقت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع برنامجا واسعا للتنازل عن مساهماتها العامة بغرض توفير 10 مليارات يورو، وذلك لدعم صندوق للابتكار. وقامت الحكومة الفرنسية ببيع جزء من أسهمها في الشركات الفرنسية الكبرى لتمويل هذا الصندوق الذي يأتي إنشاؤه في سياق الوعود الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون. أما على صعيد مؤشرات البورصة الأوروبية فقد قفزت في بداية التعاملات اليوم الخميس في ظل ترقب انعقاد اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي، حيث صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6%، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3%، وشملت ارتفاعات مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.2%. ومشاهدينا الكرام، انتهت وقفتنا الاقتصادية وعودة جديدة إلى منى ومحمد، تفضل. شكرا حسام. قال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي في بنغلاديش إن الأمم المتحدة رفعت تقديراتها بشأن أعداد الفارين من أقلية الروهينجا المسلمة من 120 ألف شخص إلى 300 ألف. وأضاف المسؤول الدولي أن الفارين القادمين من ميانمار وصلوا في حالة صدمة وكانوا محرومين من وصول الطعام إليهم منذ أكثر من شهر. ووفقا لإحصاءات دولية فإن أعداد الفارين الذين وصلوا إلى الحدود البنغالية بالفعل بلغ 146 ألف شخص. كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذر من خطر التطهير العرقي في ميانمار، مشيرا إلى أنه أبلغ مجلس الأمن رسميا بضرورة التحرك لوقف أعمال العنف بحق مسلمي الروهينجا.
قال مسؤولون أمريكيون إن حرائق الغابات بولاية أوريغون تتحرك صوب منازل تم إخلاؤها قرب مدينة بورتلاند بعد أن ألحقت أضرارا بمعالم رئيسية في وادي نهر كولومبيا. وأضاف المسؤولون أن الحرائق المتعددة دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات، في حين توقع المركز الوطني لمكافحة الحرائق استمرار الحرائق الكثيفة خلال شهر سبتمبر الجاري في أغلب مناطق الغرب الأمريكي، وخلال شهر أكتوبر في أجزاء من جبال روكي الشمالية وولاية كاليفورنيا. أعلن قصر الإليزي أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه في أقرب وقت ممكن إلى المناطق المتضررة من إعصار إيرما. كما أعلن ماكرون وضع خطة وطنية لإعادة الإعصار في جزيرتي سان بارتليمي وسان مارتن اللتين ضربهما الإعصار المدمر بالبحر الكاريبي. وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية صنفت إعصار إيرما في الفئة 5 على مقياس قوة الأعاصير، حيث تسبب في مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية. بقوة غير مسبوقة عصف الإعصار إيرما بجزيرتي سان بارتليمي الفرنسية وسان مارتان الفرنسية الهولندية في الكاريبي، متسببا بارتفاع كبير في أمواج البحر واقتلاع أسقف المباني وغرق السيارات، وبات الآن يهدد الجزر العذراء وبورتوريكو. وبقيت بؤرة الإعصار البالغ قطرها حوالي 50 كيلومترا عند سان بارتليمي حوالي ساعة ونصف الساعة قبل أن تطال سان مارتان، حيث تسبب في أضرار هائلة رغم أنه من غير الممكن تقديرها بحسب وزير الداخلية الهولندي. الأرصاد الجوية الفرنسية أعلنت أن مياه البحر تغمر قسما كبيرا من مناطق الساحل المنخفضة، وبلغت سرعة الرياح بحسب مركز رصد الأعاصير الأمريكي 360 كيلومترا في الساعة. وتوقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تكون الحصيلة المتوقعة للإعصار ثقيلة وقاسية، مشيرا إلى وقوع ضحايا. One of the worst hurricanes in our country's history. ومن جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الإنذار في الجزر العذراء الأمريكية وبورتوريكو وفلوريدا، فيما بدأت عملية إخلاء جزر كي ويست في أقصى جنوب فلوريدا. وبحسب الأرصاد الجوية الفرنسية فإن إيرما المصنف في الفئة 5 الأعلى ضمن سلم قوة الأعاصير هو إعصار تاريخي لا سابق لشدته في المحيط الأطلنطي، ويعتبر الإعصار إيرما أشد من الإعصار لويس الذي ضرب جزيرة سان مارتان عام 1995، والإعصار إيدو الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا في غوادلوب عام 1989، والإعصار هارفي الذي ضرب تكساس ولويزيانا في الآونة الأخيرة وأدى إلى مقتل 42 شخصا متسببا بأضرار مادية بأكثر من 100 مليار دولار. نشرتنا مستمرة وفيها بعد أخبار الرياضة. مدينة سلا المغربية تستضيف مهرجانا شعبيا مع نهاية احتفالات عيد الأضحى. في تقليد سنوي دأب عليه أبناء مدينة سلا المغربية، استضافت المدينة فعاليات النسخة 11 من مهرجان بوغلوت. يتضمن المهرجان عروضا فنية وغنائية، ووصل عدد المشاركين فيه هذا العام نحو 200,000 مشارك بالإضافة إلى 200 مشارك بالإضافة إلى الفرق التراثية. على أنغام الموسيقى وبأزياء تنكرية غير تقليدية بمدينة سلا المغربية، بدأ أحد المهرجانات الشعبية احتفالا بنهاية عيد الأضحى المبارك. مجموعة ديال الشباب يرتدون الجلود، وعدد الجلد المرتدى يعني اللي تيتلبس 7 ديال الجلدات. الهدف هو خلق الفرجة وكذلك استحضار الموروث اللامادي. وهنا نقدو نقولوا بأن الموروث حنا تنعتبروه بحي سيدي موسى بمدينة سلا بروح سلاوية، ولكن طقوس أمازيغية إفريقية مغربية، يعني الجذور ديالو منذ القدم ما كاينش شي حد قد يثبت بأن بوجلود نتاعو. الاحتفال الذي يحمل العديد من الأسماء منها بوغلود وبلماون يتم فيه ارتداء جلود الحيوانات المذبوحة مؤخرا
حيث تتعالى صيحات المحتفلين على أنغام الموسيقى الشعبية. المية ديال هاد الاستعراض ديال هاد التراث هذا هو إحياء التراث القديم ديالنا وتعريف بالتقاليد القديمة. ويتصف المهرجان بالحداثة، حيث إن هذا العام هو عامه 11 فقط، وهو يهدف إلى دعم الشعور المجتمعي، حيث تظهر التقاليد المغربية بقوة في احتفالات الشوارع. وإلى جانب ارتداء جلود الحيوانات، يقدم البعض بأزياء الأسود والتنانين الصينية عروضهم للجمهور، وهو ما يضيف نكهة دولية للاحتفالات. وختاما إليكم تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يشهد افتتاح منتدى الأعمال المصري الفيتنامي ويدعو المستثمرين ورجال الصناعة الفيتناميين إلى الاستثمار في مصر بكافة المجالات. الجيش السوري يتهم إسرائيل بشن غارات على موقع عسكري في غرب البلاد ومقتل 9 أشخاص في غارة لقوات التحالف بمحافظة إدلب. الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، واليابان تدعو إلى ممارسة أكبر ضغوط ممكنة على بيونغ يانغ لحملها على التخلي عن برنامجها النووي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.